أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة السيطرة على حريق شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بمحافظة الجيزة. وأوضحت المطرانية في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن الحريق اندلع بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، مسفرا عن بعض الاختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى فضلا عن تدمير كافة محتويات الكنيسة. وأكدت المطرانية أن الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق.